ورجعنا لكم مع فقرتنا بار روم. فار روم يا أسامة، النهاردة معانا حدث كان واضح، جدل تحكيمي كبير وكلنا عندنا آراء فيه. كابتن محمود عاشور اللي كان بيدير مباراة الزمالك ونادي مصر، كانت المباراة فيها قرارات غريبة جدا. أنا شخصيا في قرار بيستوقفني قبل ما نروح للفقرة نفسها، القرار اللي حسب فيه ركلة جزاء ومداش أي بطاقة. هو ده اللي استوقف؟ لا، ده في حاجات كتير حصلت. في حاجه تستوقفك ما فيهاش وجهات نظر، انا اول مره اشوف فار بيستدعي حكم الساحه يقول له شوف الخط ده مظبوط ولا لا. ما فيش في الكلام ده في التسلل خالص. ولكن قرار بتدي فيه عقوبه وهي ركله جزاء، الفار بيراجعك بيقول لك لا الكوره من بره مش ركله جزاء. فهنا بتتعامل ان الكوره فيها فاول بس بتدي طرد لانها فرصه محققه. طبعا فكره العقوبه الثلاثيه اللي هي تم نزول بند بيها، ولكن انا ما بتكلمش في كده، هو كان ممكن يدي انذار لو هو مقتنع ان الفرصه محققه. بالظبط، انت اصلا والكوره جوه المنطقه ما كنتش مقتنع ان هي فرصه محققه، لما طلعت بره وما بقاش فيها ركله جزاء فاللي هو الزمالك ياخد اي حاجه بقى فيها طرد، وكانت واقعه غريبه. بس كمان في حاجة غريبة قالها كابتن جمال حمزة بمناسبة الحاجات الغريبة كتير جدا اللي كانت في المباراة دي عن كابتن محمود عاشور، ان هو كان عنده علامة استفهام انه اصلا يحكم المباراة. نطلع ونسمع كابتن جمال حمزة. في اخطاء تحكيمية كتيرة جدا، في عدم تفاهم بين المساعد وبين الحكم حصلت اكتر من مرة، في كذا كورة بيرجع للفار واحنا شايفينها قدامنا ان هي ما فيهاش حاجة، وبعدين فجأة بنلاقي قرار عكس. عاشور غير موفق النهارده خالص بصراحة. يعني ان هو يعني يبقى هو حكم المباراة النهاردة، هي اساسا عليها علامات استفهام كتير. ليه يا جماعة؟ بالنسبة لي ليه؟ يعني حاجات بره الكورة، يعني هي حاجات بره الكورة، فما ينفعش ان هي يعني ان احنا نقولها، بس يعني من الطبيعي ان هو كان يعني يبقى في حكم اخر. كابتن جمال حمزه زملكاوي، وممكن الناس تقول ان هو بيقول انه معترض على الحكم، قد يكون شايف او عنده وجهه نظر ان الزمالك ظلم في حاجه، هو حر برضه حتى لو دي مش وجهه نظر، ولكن بنتكلم في ان هو من حيث المبدا كان شايف ان في اسباب وما اعلنش عنها تدعو ان ما كانش ينفع يكون حكم المباراه. نتمنى منه، لانه طرح على الاعلام الموضوع، ما ينفعش اطرح الموضوع واقول اصل انا مش هقول، طالما قلت ان في اسباب كانت تمنعه من إدارة المباراة لازم تصرح للرأي العام بيها يا أسامة. أكيد طبعا يا فارس، لكن الحقيقة احنا المرة دي برضو في فار روم مش واخدين بس فكرة التحكيم والحالات التحكيمية، احنا كمان هنروح للاستوديوهات التحليلية لأن بنسمع آراء بيكون في بعضها تناقضات كتير، وهدفنا من الفقرة احنا فكرة إن احنا بنرصد خطأ تحكيمي لأن كله يتعلم، احنا نتعلم، المشاهد يتعلم، يوصل لأي حكم يبقى عارف ان في الاخطاء اللي وصل ليها، زي ما بنقول مفيش حكم في كره التسلل اوفسايد يطلع للفار، ده مش موجود اصلا في الفار ولا ينفع فيه استدعاء. الغريب ان الكل اتكلم عن فكره ان جول كاسونجو اللي فيه شك هو هدف ولا مش هدف، اتكلموا عن فكره هو تسلل ولا مش تسلل، برغم ان الكره اتقطعت من فريق اف سي مصر في عرقله لمدافع اف سي مصر. المفروض انا بقى هنا وانا مشاهد، المفروض خلاص في الفار بروتوكول محترم معين بيتعمل بيتنفذ، فاعمل ايه؟ اشوف الكره دي فاول ولا مش فاول. هي دي الحالة الوحيدة في الجول ده اللي ممكن للفار أو حكم الفار يستدعي فيها حكم الساحة، لكن ده ما حصلش. الغريب قبل ما نروح للأخطاء التحكيمية هنروح للكابتن أحمد الشناوي ونسمع رأيه في لقطة أثارت الجدل، وهي ركلة الجزاء اللي لسه فارس متكلم عنها اللي هي اتحسبت فاول من خارج منطقة الجزاء، ونرجع نعقب. نيجي للحالة ركلة الجزاء دي اللي هو حسبها ومن جوه ركله الجزاء، هي من بره طبعا التسلل ما فيهوش اي حاجه، لكن الخطا من بره واللعيب طبعا كان عنده هنا، نقف بس هنقف في الحته دي هنا في الحته تحديدا، خلاص هنا المخالفه من بره، اللاعب هنا بقى عنده فرصه محققه لاحراز هدف، خلاص طالما خارج منطقه الجزاء الطرد ايه اصبح وجوبي لاي مخالفه بغض النظر لمسه يد مسك اي حاجه، التنافس على لعب الكره غير من داخل منطقه الجزاء، فطبعا هنا الطرد صح والقرار قرار صحيح. طبعا مفيش اختلاف ان الكرة من خارج منطقة الجزاء، والفار استدعى الحكم عشان يقول له ان قرارك باحتساب ركلة الجزاء
قرار مش صحيح، تعال شوف الكره من خارج منطقه الجزاء. هنا الكابتن احمد الشناوي راح لفكره اللي هو تبرئه الحكم من فكره ان هو ادى كارت احمر لمدافع اف سي مصر. مبدئيا الكره هو قال ان اي خطا خارج منطقه الجزاء يستوجب طرد. اعتقد هيكون له كلام تاني عن النقطه دي اللي احنا بنتعلمها من الكابتن احمد الشناوي. لكن الاهم، هل الكره فعلا كانت في استحواذ مهاجم نادي الزمالك؟ اعتقد لا استحواذ حالي ولا استحواذ مستقبلي، لان الكره خبطت في وش المهاجم وراحت لحارس المرمى، والكره كانت اقرب لحارس المرمى بعد ما اصطدمت بيه من المهاجم، فبالتالي بتنتفي تماما الفرصه المحققه. لكن الكابتن احمد الشناوي اعتقد شافها بشكل مختلف في واقع تاني. لا بص يا احمد، احنا ما عندناش حد يصحح كلام كابتن احمد الشناوي احسن من الحكم الدولي الخبير كابتن احمد الشناوي. نطلع ونشوف كابتن احمد الشناوي في حاله تانية مشابهه جدا، كان رايه ايه؟ نيجي للعبه اللي يعني تعتبر هي يعني السكينه اللي دخلت في قلب النادي الاهلي. ايه هي؟ وهي طرد اللاعب ايمن اشرف. صحيح. هل هذه المخالفه لاعب النجم الساحلي كان امامه فرصه محققه لاحراز هدف؟ طيب نقول الفرصه المحققه لاحراز هدف فيها اعتبارات ومعايير. اول حاجه المسافه. ثاني حاجه سيطره اللاعب على الكره واتجاه الكره. كويس. عدد المدافعين والمهاجمين. صحيح. اللعيب لما تمت عرقلته او مسكه من لاعب الاهلي، الكره خبطت في ظهره ولا كانت قدامه؟ لا خبطت فيه. خبطت فيه من ظهره. صحيح. يعني اذا هو مسابق الكوره. يبقى اذا هو ما عندوش سيطره على الكوره. اذا لا كان عنده سيطره حاليه ولا مستقبليه. مستقبليه يعني تبقى قدامه يقدر يروح يلعبها. حاليه يعني تحت رجليه وماشي بيها وترتكب ضده مخالفه. تمام. يبقى اذا النهارده طالما افتقد عنصر من العناصر دي انتفت الفرصه المحققه لاحراز هدف. قد تكون هجمه واعده قد لكن الكارت الاحمر اختفى تماما، ليس له وجود في هذه المخالفه. كابتن احمد الشناوي شاف السكينه اللي دخلت في قلب النادي الاهلي بس ما شافش اي سكاكين دخلت في قلب فريق اف سي مصر، وشاف الموضوع بمعايير مختلفه. انا هاخد من معاييره احمد قال نقطه مهمه، فكره حيازه الكره ان الكره تكون تحت رجله. اتكلم في مسافه، احنا لو بصينا الكره دي بعد القوس هو بس عشان يكون هو قال حيازه حاليه وحيازه مستقبليه. تمام. اللي هي تحت رجله دي اللي هي الحاليه بالظبط، الثانيه التنافسيه المستقبليه اللي هي هتروح للكره، هو اقرب للكره ولا لا؟ زي بالظبط الكره نفسه. هو ده اللي احنا بنقول تنافسيا الكره في الهواء كانت تعتبر بين الاثنين. المسافه اصلا احنا بنتكلم الكره بعد القوس تقريبا على حدود منطقه الجزاء، مشابهه يمكن اقرب. وعلى فكره بس حته فنيه، الوضع اللي كان فيه لاعب الزمالك قريب جدا، الكره كانت هتسقط، كان تقريبا البلوكينج اللي ممكن يطلع يعمله عليه حارس المرمى. لا هو مش تقريبا، احنا عشان بس ما بنعرفش حقوق، الفيديو واضح جدا، الكره ضربت في كتفه راحت لحارس المرمى مباشره. عشان بس الناس مش شايفه فبنشرح لهم الوضع. على عكس لاعب كان ممكن عنده المسافه في مباراه الاهلي يستلم ويقدر يتحكم ويعمل كنترول على الكره. فحتى فكره كابتن احمد الشناوي تجاهل عن المعيار حتى الفني او اللمسه الفنيه ان الكره كانت الهجمه مدى خطورتها. يعني شفنا الحيازه بشكل مختلف، شفنا هنا سكينه النادي الاهلي وما شفناش سكينه نادي مصر، مع ان المعايير واللوائح والقوانين والعين مفترض تبقى واحده والقرار الصح. القرار كان هنا غلط وكان هنا غلط. طرد ايمن اشرف ما كانش مستحق، وكلام الكابتن احمد الشناوي كان كلام فعلا يرتبط باللوائح والقوانين، ولكن ربما خانوا التوفيق او ما شافش الكره بشكل واضح في مباراة الزمالك واف سي مصر، فما كانتش باينه السكينه اللي انضربت في دفاع اف سي مصر. لكن عندنا كمان حكم الساحه، في وقائع كتيره جدا حدثت في المباراه دي، يعني متعلقه حتى بفكره تيشيرت الحكم، لكن اخطاء كتير جدا، منها مثلا عرقله او التعامل مع الحكم باليد بيستوجب حاجات كتيره جدا. احنا برضو رحنا لمواقف مشابهه للحكم محمود عاشور، لما حصل معاك موقف باليد، ونكون واضحين، سلام حسام عاشور لاعب الاهلي السابق على الحكم محمود عاشور بعد المباراه، سلم عليه كده وقام شادد ايده وماشي. النقطه دي او اللقطه دي ضايقت، زي ما حضراتكم شايفين دي الصوره الاولانيه، رايح بيسلم عليه، اصلا الحكم مش باص لحسام عاشور، قام حسام عاشور ماشي تقريبا شد ايديه، ففي النهايه في خطا وقع من حسام عاشور لاعب الاهلي السابق، فاستحق عليه الكارت الاحمر. متفق جدا مع القرار، هو ده معيارك، هو ده معيار الحكم، متفق جدا معاك حكم الساحه
ممنوع الاقتراب منه، ممنوع لمسه، وهو اللي بيحدد العقوبه سواء انذار او كارت احمر. هنا كان في موضوع حسام عاشور كان كارت احمر، عقوبه واضحه وصريحه، معاك كل الحق. ده مش بس كده، ده كمان ما اكتفاش يا فارس وكتب تقرير ادان حسام عاشور. هو اللعبه دي لو اتحسبت بالشكل اللي انت بتقوله مع مصطفى محمد في كره الهدف مفيش هدف اصلا، بس المباراه انتهت. فانت حتى تتكلم في لعبه يا اسامه، احنا دلوقتي بنتكلم في القانون بتاعها، بس شوف ابعادها الفنيه داخل المباراه مختلفه كمان ازاي. بعيدا بقى الابعاد الفنيه اللي اسامه قاله انعكس في قرارات ايه، طلع عندنا ثلاث قرارات كلهم لهم علاقه بالتعامل مع محمود عاشور. كابتن حسام البدري اخذ وقتها مباراتين نتيجه ان هو الاعتراض بطريقه غير لائقه، النظره اللي كان فيها شكل مرفوض. كابتن حسام عاشور خد اربع مباريات للسلوك الغير رياضي تجاه الحكم. كابتن سيد معوض خد 8 مباريات لقيامه بدفع الحكم. هنا احنا بنتكلم في واقعه فيها عقوبات متدرجه حسب فعل كل واحد. كابتن مصطفى محمد عمل ايه من دول؟ على الاقل هو عطل الحكم خلال المباراه وخلال احداث المباراه. على فكره جزء فني كمان يا اسامه، هو منع عن التحرك بالزبط. حاجه برؤيته حاجه مش طبيعيه ان هي تحصل خلال سير هجمه. نتمنى يكون في عقوبه واضحه وصريحه غير الجزء الفني. بص يا اسامه، ده منع الراجل، ودي في الدقيقه تحديدا فارس 95 و3 ثواني، بعدها ب 30 ثانيه بالظبط هدف بس الزمان. هي دي تدل ان مصطفى محمد بيعرف يدافع كمان بالزبط. يعني هو عامل بلوكينج 10 على 10 طبعا. بص حاجب رؤيته وحاجبه عن اللعبه وطريقه فيها اعتراض غير طبيعي وفيها اصرار طبعا فيها تعمد واضح وبيعطل الحكم على الحركه. عقوبه مصطفى محمد لو هنفضل كل حلقه نستعرض اللقطه ونقول فين العقوبه، كل حلقه هنستعرض اللقطه ونقول فين العقوبه، لان معيار نفذه نفس الحكم في تقريره ما ينفعش يتجاهله في تقرير في مباراه اخرى الا لو عنده هوى. واعتقد ممكن يكون فيه ده مبيت، لان اللعبه فنيا كانت تستدعي العقوبه في لحظتها، ان الكره دي زي ما قلنا غيرت مصير المباراه. هو الكابتن محمود عاشور كان عنده حرص شديد جدا اكتر من مصطفى محمد على انه ما يضيعش ولا ثانيه من وقت المباراه المحتسب بدل الضائع وهو 6 دقائق، فطبعا ده حرص كان شديد جدا. فبالتالي في انتظار تقرير حكم المباراه، اللي بالمناسبه الصوره دي يعني مش تضايق بس، مش المفروض تضايق بس الكابتن محمود عاشور، لا ده تضايق كل التحكيم المصري، لان التحكيم الاوروبي الوضع مختلف تماما. طبعا دي الدوري الاسباني وصوره واضحه جدا مع مدافع اتلتيكو مع مدريد سافيتش مع الحكم الاسباني خوسيه لويس، الكلام واضح جدا في عتاب، ده بيحصل كتير جدا. لكن هنلاقي صوره واضح جدا، لمس هي دي مجرد لمس، يعني في اصلا كره متوقفه مش كره ماشيه زي او كان اللعب متواصل زي كره مع مصطفى محمد، هنا بس حط ايديه على صدره كده، كان قرار الحكم ايه؟ هنشوفها في الصوره اللي بعد كده، الانذار. امور واضحه جدا وصريحه، مفيش حاجه اسمها ان انا المس حكم الساحه، وعلى حسب اللمسه حكم الساحه هو اللي بياخد القرار. هنا لمسه بسيطه جدا في اعتراض في كره متوقفه اتحسب على طول، الحكم ما ترددش وادى انذار. فعلى الاقل كان المفترض من الكابتن محمود عاشور ان يوقف اللعب، يدي انذار لمصطفى محمد، كان لازم او طرد على حسب ما هو يتراءى ليه، وياخد اي اجراء قانوني تجاه اللاعب، لان احنا مش بنخترع قوانين يا جماعه، احنا بنجيب لكم مشاهد واضحه وصريحه. المباراه دي في نفس الاسبوع، انا مش عايز بتوع برشلونه يزعلوا لان هم اتغلبوا، لكن المباراه دي في نفس الاسبوع. انت الحلقه اللي فاتت لطشت في ميسي، انت كده الحلقه لا دي لحظة. بتلطش في برشلونه وجمهور برشلونه لابد الا يرحمه. انا ارجنتيني الهوى، انا ارجنتيني الهوى، ما تحاولش، مش حاسس، ارجنتيني الهوى والله، ارجنتيني الهوى من ايام مارادونا، من ايام مارادونا. وميسي طبعا لاعب عظيم، وبرشلونه فريق كبير، وبرشلونه فريق كبير وبتعرف تجر ناعم. بس كمان عندنا بقى فقرتنا المحببة اللي احنا ما بنسيبش فيها حاجة، كالعادة ريمونتادا.